نستنبط عبرا ومعاني مع ذكر قليل التبيان، درر وعقود ولال قد نظمت من خير بياني، قد نظمت من خير بياني. ومنك محمد سطر أسمى وأعظم السير، فرويت للبشر وكأننا نعيش بين سطورها اليوم، فيفيض الحنين وتشتاق النفوس إلى لقياه صلى الله عليه وسلم. محمد بعث ليشع الظلام وينعتق الكلام الرحيب، حين تروى سيرته ليبيت كل ساكن يلهج بالصلاة والسلام عليه. كان محمد أكرم الناس خلقا وخلقا وأحسن القصص قصصه، أحسن الناس خلقا كان يقولها أنس بن مالك رضي الله عنه. جاء مرة أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة، يطلب منه المال فيشده من ردائه ويقول: يا محمد أعطني. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وحنان ويتبسم له ثم يأمر له بالعطاء. كان محمد صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وكان يقول: أحب الفأل الصالح والكلمة الحسنة. ذات مرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في يوم الحديبية، فإذا به فجأة يرى سهيل بن عمرو قادم من هناك، فيقول لأصحابه: قد سهل لكم من أمركم. فكان للفأل من اسم سهيل النصيب. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يواسي الصغير قبل الكبير، ففي ذلك اليوم عندما رأى هنالك طفلا حزينا مكسورا فيذهب إليه ويسأل الصحابة: ما شأنه؟ قالوا: لقد مات طيره. فيجلس بجانبه ويمسح على رأسه ويربت على كتفيه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيبتسم ذلك الطفل وينشرح قلبه وينشرح صدره للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم سندا لعائشة عندما أضاعت عقدها، فيوقف القوم ليبحثوا عن عقدها حتى وجدوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويذكرهم في غيابهم. ففي ذلك اليوم في بيعة الرضوان عندما غاب عثمان، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ويقول: هذه عن يد عثمان. كان محمد صلى الله عليه وسلم كريما حكيما عادلا وأبا رحيما. في ذلك اليوم دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها وهو جالس في بيته، فلما رآها قام من مكانه وأجلسها. يا الله، ما ألطفه من أب وما أرحمه. وفي يوم كان جالس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، فإذا برجل يدخل عليهم ويسأل: أيكم محمد؟ فيشير أصحابه إليه ويقولون: هو ذاك. ما ميزه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليجسد لنا أكرم صور التواضع والبساطة. والله لقد صدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. نتفكر آيات من وحي فصيح القرآن، هيا نتفكر آيات من وحي فصيح القرآن.